سمعت الصوت اللي طلع؟ شو هاد؟ شو هذا الصوت؟ عم تسمعوا صوت المشي؟ في صوت اجرين عم تمشي حوالي. لا يكون ياخذ الدراجة. هذا هو شايفينه؟ هذا رح حطه فوق. رح خليه بهالمكان هذا. مين هاد؟ مين هاد عند الخيمة؟ تبوا طلع طلع طلع. خليني آخذ أول واحد اللي هو هاد، شايفينه؟ الشيطان اللي موجود داخل هاي. ما بت يا وين الدراجة؟ الدراجة وين راحت؟ لا يا ربي الدراجة اختفت. سلام يا مغامرين، كيفكن حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. معكم أنصاري، اليوم رجعت لكم بمغامرة مرعبة من البداية إلى حتى النهاية. استمتعوا اليوم بالرعب، واللي أحلى من هيك أنه أنا جميع الأشياء الدمى والأشياء المرعبة اللي أنا عثرت عليهم بالمغامرات كلياتهم جايبهم معي. اليوم رح يخيموا معي بمكان جدا مرعب. استمتعوا بالمشاهدة، لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة حتى تشوفوا جميع مغامراتي. اليوم فل جايب كل شيء، مو مخلي شيء ماني جايبه. وبالأخص علم تبعي. جاهزين؟ هيا بنا لننطلق إلى المغامرة. الدنيا كلياتها ماطرة، يعني اليوم رح يصير عواصف وأنا بالتصوير، بس اطلعوا لي لهالمنظر تبع العلم يا عيني. اليوم قلت لكم أنا الدراجة قبل إنه هي بتشيل 200 كيلو، اليوم شايلة أكثر من هيك وزني مع المعدات المنامية والخيمة ومعدات التصوير والطعام وهنيك كمان ملابس وأشياء يعني. فقررت أني أدخل لمكان كتير كتير مرعب مثل ما شايفين هلأ أنا بالغابة. رح أدخل لمنتصف الغابة، مكان البعض منكم بيعرفه والبعض منكم ما بيعرفه. هلأ رح نشوف كل شيء رح يصير معانا، ورح خيم لتاني يوم لمدة 24 ساعة. أهم شيء لا تنسوني من اللايك، وهيا بنا لننطلق. جاهزين يا أبطال؟ هيا بنا. طلعوا ما شاء الله الدراجة، يعني لو بتقع بالزور انكم تحملوها لفوق، يعني من قدام ما في وزن، من قدام ما في الوزن كلياته ورا. يلا هيا بنا لننطلق. وهلا يا مغامرين، الصراحة الطريق كتير كتير طويل، يعني استهلاك الدراجة للطاقة بشكل مو طبيعي. يعني انا متفاجئ اليوم والله، ما بعرف شو اخذ معي، شو في بقلبه ماني عارف. المهم هلأ دخلت بداية الغابة. الغابة كتير كبيرة حبايبي، يعني أنا بدي أروح للمنتصف لمكان الصراحة هو فيه كائنات مرعبة وفيه سحرة وفيه كتير أقاويل عن هذا المكان، وأنا صورت فيه قبل هالمرة، بس ما رح حرق عليكم وقولكم شو هو لحتى تشوفوه أنتوا بعدين. لكن هاي بداية الغابة، ما بعرف إذا منكم حدا بيتذكر، لسه عندي تقريبا شي 3 كيلو هذا كله بالغابة لحتى أوصل للمكان هداك. فيلا خلينا ننطلق. يا إلهي ما هذا؟ هذا بيرفرف هيك بالروحة. والله اليوم شوفوا قديش طلعوا، أنا مطالع الدراجة من البيت فل. شوفوا قديش فيها لسه، طلعوا فيها شخطين فقط. أنتم متخيلين يعني؟ حاططها على السبيد أسرع شي طبعا، هيك فيني أنا نوصها من هون شخطة. شايفين؟ طلعوا 4 3 2 نورمال نورمال. هاي كتير يعني ما تستهلك طاقة، هيك منتصف هيك سبيد أسرع شيء، تستهلك الطاقة كلياتها. يلا خلينا نكمل طريقنا لجوا، ومباشر هلأ يا مغامرين رح وصل، ما رح أحرق عليكم كتير بالطريق وضل صور لكم. لا خليني وصل للمكان، ومن هنيك إن شاء الله بنبدأ. شوفوا لي هالطريق ما أحلى. يلا متحمس. يلا يا إلهي يا مغامرين شو اللي صاير؟ شايفين الشجرة كلياتها واقعة؟ طلعوا شوفوا شلون عاملة بالمكان. طلعوا لو كان تخييمي هون، شوفوا الشجرة قديش طلعوا من هون واقعة من الجذور. خليني حاول بس اطلع شوف كيف منظر الجذور وقت اللي تقع. خلينا نتفرج.
طبعا هاي الغابات كلها حيوانات يا مغامرين. يا الهي فات الشوك بنص وشي والله علقت. ما رح بطلت اطلع. بطلت اطلع يا مغامرين، انضربت عيني وانضرب وشي بسبب هذا الشوك تبع ورد، عرفتوا هيك بيجي له مسننات. خلينا نشوفها من هون، معقولة حدا قاصصة هي ولا هي هيك؟ لا قاصينا والله، مقصوصة شايفين؟ بس شوفوا هنيك، من هنيك واقعة، وهذا كله هون مقصوصة. شوفوا الغابة قديش حجمها كبير، طلعوا اللي عم قلكن عنها أنا. شوفوا المنازل هنيك، هلا بس فوت أنا لسه لجوه، هنيك هنيك للأعماق ما عاد في لا منازل ولا شيء. شوفوا عيني كيف انضربت، طلعوا نار إذا شايفين شو صارت حمرة، والله انضربت. ما بعرف يمكن فاتت شوكة هيك بقلبه ولا شيء. وهي واحدة تانية فوق ليكا كمان مكسرة. يلا ما لنا فيها هالشجرة، بس لو كنت قريب كنت أخذت من هذا الحطب وشغلت نار. خلينا ننطلق. هلأ بتمنى تكونوا عرفتوا أنا وين بدي خيم. طلعوا وين؟ مكان جدا مرعب وخطير، تذكروا لهذا المكان؟ هون؟ هون شو كان فيه؟ كان فيه الجوكر، وكان فيه العملاق الكبير، وكان فيه كتير كائنات غريبة هون وسحرة بهذا المكان. فأنا قررت أني أجي لهون خيم اليوم، عسى وإلا أني أقدر أشوف حدا منهم ونفتح سلسلة رعب جديدة إن شاء الله. فقررت أنه هون بهالمكان هاد، شوفوا هونيك رح حط الخيمة هلأ وبلش بالطعام الرعب رح يبدأ بالليل. كونوا كلياتكم مستعدين، يا إلهي التعب من هلأ، أنا بتعبت كيف لسه لبكرة. يلا هيا بنا يا أبطال. وهلأ مثل ما شايفين عم بلش نزل المعدات، وهي الخيمة تمام، وهداك هو المكان المرعب شايفينه. وفي هون قاعدة فوق للمراقبة هيك شايفين، أنا خليت مشان الإضاءة تكون هيك وحط الخيمة هلأ هون إن شاء الله، ورح يكون المكان كتير رائع. يلا خلينا ناخذ الخيمة ونروح نركبها، وبعدها نبلش بالطعام لاني كتير جوعان الصراحة. شبه هيك عم تفتل هاي. يلا يا مغامرين هون رح حطها هلا. تعالوا خلينا نشوف وين. والله انسب مكان هون، هون بهالمكان هاد. شو رأيكم هيك؟ هلا رح ابنيها وارجع. يلا 1 2 3. هلا الخيمة جاهزة حبايبي مثل ما شايفين، بنيتها بهذا المكان. ورح روح جيب الدراجة، ليكو الدراجة وين محطوطة. وهذا مكان المراقبة تبعي الليلية مشان الخنازير والحيوانات المفترسة، وهذاك المكان المرعب اللي رح يتم مراقبته ونصب كاميرات هنيك. عرفتوا حبايبي شو اللي بدي أعمله؟ يعني رح أحط كاميرات مراقبة إن شاء الله بالليل وراقب كل هذا المكان، وبنفس الوقت راقب الحيوانات المفترسة. تتذكروا كان أيام تلج هون لقيت الجوكر بهالمكان هذا. فيلا خلينا نستمتع، أنا جوعان كتير ولا شيء مستحيل. هيا بنا. وحبايبي قررت شغلة كتير منيحة، قلت أحسن ما أنزل هدول كلياتهم، نزلهم ودخلهم لجوا اتغلف فيهم، خليهم مثل ما هن، لكن بطالع الأشياء منهم. يعني مثلا مثل المنامية هاي خلص خليها جوا هاي لأنه بدي استخدمها. هدول الأشياء المرعبة اللي أنا جايبهم معي اللي عثرت عليهم بالمغامرات هون بهي الشنتاية، ورح أفتحها إن شاء الله وفرجيكم كل شيء. هلأ خليني أثبت الكاميرا وأبدأ بالطعام لاني كتير جوعان، وبعدها بفرجيكم وانا عم ساوي الطعام هذول الاشياء المرعبة. يلا يا عيني على الراحة والاجواء اللي بتجنن. رح بلش بالطعام حبايب القلب لاني كتير كتير جوعان، واليوم اكل جديد وطبخ جديد واشياء كتير جديدة. شو هاد؟ حشيش كتير، حيايا كتير، افاعي، خنازير. ان شاء الله ما ينزل مطر يا رب مشان ما اضطر وحط المطرية. بس تعالوا احاول افرجيكم هيك من بعيد الاشياء المرعبة. شيطان، تعالوا شوفوها ليكو، شيطان موجود مسجون داخل هي داخل هذا البرواز. طبعا تم العثور عليه بأحد المغامرات المرعبة. ونرجع لشغلة تانية، والآن تعالوا في عنا هذا شايفين، اللي كمان وقت اللي طلع لي هداك المرعب بالنفق تتذكروا حبايبي كلياتكم كان معه واحد مثله، ما بعرف كيف بيجيبون منين بيجيبون كيف بيستخدمون. المهم بنرجع كتاب الشيطان،
طبعا رح تقولوا ليش جبتهم لهدول، انا عامل حركة ذكية اليوم رح لكم ليش. وفي معي هاد كمان شايفينه، هدول ليش جبتهم حبايبي؟ بس صار الدنيا ليل رح وزعهم كل واحد بمكان، تمام، لحتى اشوف هل في حدا رح يجي ياخذهم من السحرة او الكائنات الغريبة اللي موجودة هون، تمام، وبعدها ان شاء الله بنقض على واحد منهم او بكمشه طبعا، لانه هذا الفيديو وبالقناة هاي ما بينزل الا رعب فقط، تمام. فهذا الفيديو من البداية رعب وشياطين والى النهاية اشباح وعفاريت. هيا بنا لنصنع الطعام. نظبطك الكاميرا شوي مايلة، ايوه هيك، ها تمام. هون شو ظل من الشياطين؟ خلينا نخبيهم هدول، هلا بعدين بننثرهم بالاماكن اللي بنقدر نقول انه فخ، يعني اني اعمل فخ لبعض الكائنات الغريبة ان شاء الله قبل ما يجوا هلا ويشوفوا يشموا ريحتهم لهدول. خليني اخذهم فوتهم لجوا. وهلا رح طالع الغاز. شو هاد؟ والله حاسس في حياية هون. رح طالع الغاز حبايبي يبلش بالطعام، انا جدا جائع. يلا طبخ، انني جائعون. طبعا شو هي الطبخة يا انصاري؟ خليها سر، بعدين فرجيكم اياها اذا بتعرفوها او لا. خلينا نشوف. بس صدقا اصوات الحيوانات هون مليان اصوات حيوانات والله حبايبي، ما بعرف اذا عم تسمعوا انتو، اذا سامعين مليان صوت حيوانات، حيوانات مفترسة. في خنازير، ايه في خنازير بس، وفي دببة وفي غزلان وفي، بس الدببة بعاد شوي يعني بالغابات الكبيرة كتير. مثل ما شايفين بلش الدخان تبع الطعام يطلع. طلعوا بلشت تستوي. اوبا يا عيني، الطعام على جوع جدا لذيذ. شو استويتي ولا لسه؟ لسه، يلا على وشك. يا إلهي هذا المرعب، هذا المكان المرعب يا مغامرين، دي ضل فيه لتاني يوم انتم متخيلين. خلينا نعمل عزل هيك، رح ضل فيه لتاني يوم ان شاء الله ونشوف شو الاحداث اللي بدها تصير معنا بالليل. انا النهار كله بالرعب ما بيهمني، هون بيهمني بالليل. هلا يعني هيك تسلاي قاعدين عم نساوي اكل وكذا، بس الرعب ببلش وين؟ بالليل. هون بتبلش الضربة الكبيرة. والله يسترنا يا رب، يعني رح احط كاميرات مراقبة، رح احط كتير اشياء اني اقدر اكمش او اتعرف على اي حدا منهم هون بهالمكان هذا ونشوف ماذا سوف يحصل. يا عيني يا عيني على الاستواء. هلا يعني فينكم تقولوا استووا نص استواء حبايبي. بعد ما استووا نص استواء شو بنعمل؟ انا بقلكم شو بنعمل، نكمشون هيك، منجيب البندورة، شايفين البندورة الطازجة، بنبلش نحطها هون. يلا هلا هيك 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 هيك, هيك. هيك بدون ما نكب اي شغلة. اوب اوب اوب، يا عيني عليك. وهي حط لي اياها على الغسيل، هلا بنغسلها، خليهم نخلطهم مع بعض هكذا. وقعت بندوراي، طبعا اللي خادم عسكرية بياكلها، ها شو وقعت يعني على اساس لحس الشيطان. خليني احاول غطيها بهاد هيك لبين شوي تستوي هيك، نوصنا عليها وكله تمام. قررت حبايبي لبين ما يصير الطعام قلت اخذكم فرجيكم الغابة المرعبة وين انا بالضبط. تعالوا، طبعا هي الطبخة ليك، هلا خليها لبين ما تستوي، شايفين خليها شوي وانا فرجيكم المكان المرعب. تعالوا تعالوا لننظر
شايفين هاي الغابة هون؟ تعاركت أنا والجوكر بالشتاء والتلج وصارت معارك وقضيت عليه وصار صديقي وبعدين غدرني وبعدين شوفوا كله وادي هون مثل وادي بتحسوا. طلعوا شايفين شوفوا كيف طلعوا الشجر كيف واقع وادي. وهداك إذا بتلاحظوا هنيك طلعوا هديك القلعة اللي أنا مرة سجنوني فيها عرفتوها؟ تعالوا خليني أخذكم عليها حتى تقدروا تشوفوا. تعالوا هيا بنا. آه في صوت، في صوت سيارة يمكن جاي من هون ما بعرف، على الأغلب في صوت سيارة. آه عم تسمعوا؟ شايفين؟ لا واللي أصعب من هيك شوفوا حاطين إنه ممنوع التخييم، ممنوع تشغيل النار، ممنوع الدراجة، الكلب ممنوع إصدار أي صوت. العم هذا كله أنا ما بعرف فيه، ما انتبهت. يا الله شوفوا وين اللافتة، هاي اللافتة، وطلعوا الخيمة تبعي هنيك. هذا السجن، تعالوا فرجيكم إياه. شايفينه حبايبي؟ أوه شوفوا كل شيء متغير، ما عاد فتح. شايفين؟ هذا هو، طلعوا قديش حجمه. خليني احاول ارجع على الطبخه لا تحترق، بس المضحك انه قال حاطينهم ممنوع التخييم وممنوع الدراجه وانا هنيك موجود. يا عيني شفتوا؟ هذا هو المكان حبايبي ليكم، اذا شايفينه هذا المكان المرعب. من زمان من زمان كتير ما عاد اجيت لهون لهذا المكان يعني واستكشفته، بس شو انا قلت بضرب عصفورين بحجر يعني انه خلص بالليل بخيم هون وبيبدا الرعب عرفتوا، بفتح سلسله هون بهذا المكان بعد ما حط كاميرات مراقبه والاشياء اللي انا موجوده معي. ليك وينه هذا المكان السجن اللي انا طلعت منه والاشياء المرعبه اللي موجوده معي بحطها بهي الاماكن مشان اشوف ان امتى بدهم يجوا او حدا منهم ياخذها او هل في كائنات غريبه جديده او صار شيء ماني عارف. هاي الخيمة أوبا. رح ثبت الكاميرا حبايبي مشان نشوف الطبخة. يلا أنا اللي بدي إياه هلأ بدي يصير الليل مشان يبدأ الرعب، بدي إياه يبلش الرعب هلأ بنهار، خليه هيك طعام وأكل وتسلاية وبعدين بالليل إن شاء الله رح أستعد وإنتوا بدكم تكونوا. ها صوت إطلاق نار، والله صوت إطلاق نار بالغابة شفتوا، ما في ولا إنسان ولا أي حدا بكل الغابة هاي. فإمتى بيبلش الرعب؟ بالليل. كونوا كلياتكم مستعوا. شو صار بالطبخة؟ عم تغلي غلي ولهلا ما استويت، والله لو عم بساوي مليحي كانت خلصت. شو هذا هون عند عيني؟ أبيض ولا أنا هيك شايفه؟ زوم زوم. شو هذا؟ هون هون هيك تحت عيني لا أعلم. هلا رح خلص الطبخة وبعدها أعود لكم. إيه الخيار هاي شو جابه لهون؟ صح طبعا حبايبي، تعالوا احكي لكم شوفوا الخيار عندهم هون باوروبا كيف، طلعوا قديش حجم الخياره. نحن ما في عنا بتكون صغيره والله. هي شايفين هيك بتتقاتلوا فيها مشكله. مين هيك جابه له خياره؟ ابعث له اياها. هي كيلو هاي ما شاء الله لحالها نص كيلو هاي الخياره والله هي للمقاتله. اول ما اجيت لهون على المانيا والله العظيم أنا عايش بتركيا كنت 11 سنة، فالخيار كله صغير لحد هون ونحيف بلدي يعني. فلما جيت لهون شفت هي كتير ضحكت، طلعت هيك قلت يا الله شو هاد هي. وقت الواحد هيك يصير هجوم على الأشباح والجن ياخذ له خيارة، بس في لسه أكبر من هي، أخذ هيك ترقد ويلا بلش صلخ فيه هون. يلا خليني أشوف الطعام وبعدها أعود. وأخيرا حان وقت الطعام. يا عيني على الطعام، شوفوا هي بتتاكل بدون خبز وبتتاكل بخبز، بس حاول اني فرجيكم هي عبارة عن دجاج. شوفوا دجاج وبندورة وهيك، بس انا شلون هيك ها والله بتجنن طيبة، بس بدها ملح. وهلأ قربت تغيب الشمس، هذا الخبز وهي خسلتها طبعا اللي سويت عليها الطعام، راح ضبهم هلأ بالدراجة هون حبايبي وبدي بلش أقعد راقب لأنه لازم يبدأ الرعب. شايفين ليك وينه المكان هداك؟ هو
ونيك رح يصير الرعب. هلا رح اخذكم معي وفرجيكم وين بدي احط هدول الاشياء المرعبه لحتى نشوف مين اللي بده يجي، ورح احط كاميرات مراقبه لنقعد نراقب. بس انا برايي انه بالليل، هلا ما عاد رح اعمل شيء، تمام هيك لحتى يصير الليل. بس صار الليل ان شاء الله اللي رح اقعد هون ارتاح وراقب. بس صار الليل مباشر رح اروح احط هدول الشغلات وحط كاميرات مراقبه واقعد راقب ونشوف شو اللي رح يصير. اللي منكم ما حط لي لايك لا ينسى زر اللايك، نزيل اضغط عليه حتى استمر بصناعة المحتوى المرعب. يلا يا مغامرين، مثل ما شايفين هلأ الشمس، برجع لكم بس صار ليل. يلا باي. وهلأ بعد ما أكلت وبلشت الشمس بدها تغيب، شغلت الإضاءة لأنه الشمس بلشت تغيب. خليني أطلع على هاد المحرس، ما بعرف إذا هيك اسمه هو المحرس، هو للحراسة طبعا. خليني أحاول شوف هذا هو، طلعوا عليه شوفوا لوين لفوق، كمان بقدر أحط كاميرات مراقبة. بطلع من هون هيك وبالليل هذا المكان كتير بيفيدني يا رب. بس والله شكله بده يقع. ها وقع، مو بده يقع. خلينا نشوف نحاول، إذا وقع منكون اتطبشنا. ما وقع ما وقع. شايفين مكان كتير منيح هون للمراقبة، ممكن حط كاميرا مراقبة هيك وإقدر راقب هداك المكان. شوفوا هذا هو المكان المرعب، ليكو هون. ايه فهيك بقدر براقب. وهدي خيمتي، شوفوا الضوء تبعها، في ضوء جوا يعني مكشوف على المكان كلياته. انا قاعد عم بدرس حبايبي هلأ المكان شو لازم اعمل، عرفتوا شو لازم اعمل مشان بالليل، لانه بالليل يمكن يكون العملاق هداك لساته موجود او شيء لا سمح الله، فهي مشكله كبيره. لازم اكون اخذ احتياطاتي واعرف شو اتصرف، لانه هون ما في هريبه بالموضوع، معداتي كلها موجوده معي. شايفين اخذكم فتله جوا بالغابه، تعالوا خلينا نشوف اذا في اصوات ولا ما في اصوات. يا عيني شايفين العلم اللي حطيته، علم الجمجمه هذا هو، مشان حبايبي اي حدا بيشوف الدراجه تمام خلص من هذا العلم ما بيقرب، بخاف بيقول لك ابصر شو هذا. خلينا نحاول نشوف. نحاول نراقب اذا في حيوانات. شايفين الهواء، الهواء هون لحاله قصه وحكايه. شوفوا شايفين انتوا، اذا بتشوفوا شي حبايبي بلغوني حاكوني تمام. بسم الله، سمعتوا الصوت؟ سمعتوا الصوت اللي طلع؟ شو هذا الصوت؟ خليني احاول. شفتوا؟ الحمد لله. في اشياء مرعبه معنا. سمعتوه عم يتحرك بهداك الاتجاه، الصوت عم يطلع من هنيك. شايفين قلتلكن معناها لساتهم موجودين، وهذا المكان مكانهم، معناها لازم نستنى لليل لحتى نشوف شو اللي رح يصير معانا. والله معناها الموضوع اليوم خطير، بالليل بدها تصير مغامرة مرعبة وشرسة. جهز معداتي، جهز أغراضي، يكون كل شيء جاهز. حتى لازم يكون معي سلاح دافع فيه عن نفسي. شايفين هالغابة قديش؟ هي ليش لسه ما فتنا أولتها؟ شلون بالليل رح فوت لكم لجوا جوا؟ أقدر أستكشف وحط كاميرات بكل مكان لحتى نعرف شو القصة. بتسمعوا الأصوات؟ صوت حيوان. سمعتوا؟ في أصوات جوا. الموضوع اليوم معناها حماسي فل أوبشن. حبايبي شوفوا، رح أقعد هون راقب وبالليل برجع لكم. يلا. وهلأ يا جماعة مثل ما شايفين صار الدنيا ليل، فأنا قررت بما أنه صار الدنيا ليل وبلش البرد، خليني أخذ أول واحد اللي هو هاد. شايفينه الشيطان اللي موجود داخل هاي،
وراح أخذ معي كمان كتاب العين الحمراء قرن الشيطان، هذا هو شايفينه، راح أخذه معي، وراح أخذ معي هاد شايفينه الشيطان الصغير والشيطان الأسود، هدول هلأ كلهم راح أطبهم بالشنتاية معي وبلش وزعهم بالمكان هذا لحتى أقعد راقب شو اللي بده يصير. أو سمعتوا؟ في حدا عم يعرف إنه أنا موجود هون؟ بس شو راح أعمل حبايبي؟ راح شغل إضاءة وخليها بالخيمة هون، هاي الشنطة صارت معي اللي فيها الأشياء المرعبة، راح شغل هاد إن شاء الله يكون فيه شحن. لا اشتغل تمام، راح خليه هون بالخيمة هيك، وأخذ معي هذا الضوء الأصفر، شو رأيكم؟ ولا أخذ معي هداك الأبيض، بس هذا فيني حوله للون الأبيض، هذا أزرق هيك، لا مو ألوان، أبيض. خلينا نقويه، نقوي 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 كتير، وهلأ بنبلش راح أخذ الكاميرا ونروح. شوفوا طلعوا المكان كلياته مظلم، هاي الخيمة شوفوا وين تركت هاي. خلينا هلأ نروح هيك ونبحث، يلا تعالوا. شايفين أول مكان هو برأيي على السلم فوق، هذا السلم راح حط عليه شغلة من هدول الشغلات. أوكي يلا تعالوا، خليني ثبت الكاميرا هون مشان أقدر أطلع لفوق أنا هيك. ها قبل ما شوفوا يعني بلشت تتعتم الدنيا، بس ما عتمت كتير، خليني بس هيك حبايبي دقيقة شوي مشان أقدر أرفع الكاميرا بشكل. أنتوا أي شي بتشوفوه مباشر خبروني عليه تمام. هلأ هيك الأمور تمام، يلا رح أحاول حط شي فوق. سمعتوا؟ سمعتوا صوت إطلاق النار؟ سمعتوا؟ هلأ رح أحاول حط أحد الشياطين الصغيرة، هاد هذا هو شايفينه، هذا رح أحطه فوق، رح أخليه بهالمكان هاد هيك. وهلأ بناخد الشنطة وبنروح يا مغامرين نبلش نوزع الأشياء المرعبة هدول بالمكان، عسى وإلا إن... مين هاد؟ مين هاد عند الخيمة؟ تبوا طلع 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 شوف وين راح؟ وين راح؟ بسرعة أخذ الضوء وشوف مين هاد؟ شفت حدا عند الخيمة؟ مين موجود هون؟ مين موجود بهذا المكان؟ في حدا هون؟ يا جماعة شفت في حدا هون؟ لا يكون هذا حرامي ولا شي حدا ولا؟ يلا تمام رح كمل طريقي يا مغامرين وأعمل حالي مو شايف مشان إذا رجع طلع مرة ثانية حاول راقب، أو يمكن أكون أنا عم بتخيل ما بعرف. المهم خلينا نشوف وين حطينا هاد، طلعوا وين مكانه شوفوا شايفين مشان تتأكدوا معي وين أنا قاعد عم حطهم. حاول فرجيكم يا هيك بطريقة أعلى، شايفين؟ وهلأ رح نبلش ننتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية حتكون داخل الغابة، تعوا مكان كتير مرعب هون، شوفوا هون، خليني ثبت الكاميرا هون وحط شغلة تانية بهالمكان هاد. يلا شوفوا لأنه الغابة تطلعوا هي الغابة شايفين، مشان تعرفوا أنا وين عم حط الأشياء ونقدر نحفظهم مع بعض. طبعا هون في مثل الوادي، هلأ أحط هون يلا هيك أيوة. وهلأ يا مغامرين رح أحط الشيطان الثالث، بسم الله هذا هو شايفينه، رح أحطه بهالمكان هذا شوفوا وين، هذا هو رح أتركه بهذا المكان تمام. وهلأ رح نبدأ بالمرحلة الثالثة، هاي الخطة كتير ذكية وأنا متأكد 100% رح يطلع أحد الكائنات الغريبة بهذا المكان. يلا شوفوا حطيته شايفين، هذا واحد طلعوا شوفوا الغابة شوفوا المنظر
والله كأنه عم شوف حدا هنيك، أنا ماني عارف. وأنا ليش حطيت ضوء عند الخيمة شوفه؟ مشان أقدر شوفها بالليل، ما أقدر ضيعها لأنه غابة كبيرة. شوفوا واحد صار فوق هلأ هون، ليكو هذا هو مبين عليكم، شوفوا قريب على الخيمة، هذا واحد، وهذا الثاني عند هي الشجرة، والثالث هلأ بقلكم وين راح يكون. تعالوا خليني حاول هيك أخذكم تشوفوني، بس ما رح تقدروا تشوفوني، رح نقدر نشوف الطريق مع بعض تمام، لأنه إذا حطيت هيك الضوء أنا ما عاد أقدر شوف شيء، بس بسمع أصوات شايفين، فلازم هيك يكون الضوء. يلا خلينا نمشي مع بعض من نفس هذا الطريق. هلا رح أروح على السجن وحط هونيك الشيطان، الشيطان المحنط، وبعدها بنشوف وين نحط كتاب عين الشيطان. شو هذا الضوء الأحمر هونيك؟ شايفين؟ شوفوا الغابة، طلعوا هذا هو طريق الغابة. يلا هديك الخيمة، إذا أنتوا شايفينها ما شايفين هذا الضوء، هي الخيمة هونيك. يلا تعالوا ندخل لهون هلأ. بسم الله، والله الموضوع مرعب. شوفوا شايفين، هذا هو السجن. تتذكروا اللي حبسوني فيه مرة يا مغامرين؟ أنا انحبست بهذا السجن هون مرة، حبسوني هون الجوكر والكائنات الغريبة، بس أنا ما عاد أتذكر من هداك الوقت شو صار. يلا جاهزين؟ هلأ رح حط الشيطان المحنط هذا، شايفينه؟ طلعوا عليه، هذا هو الشيطان المحنط، طلعوا وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو. هلا رح حطه عند الباب هون تمام. هيا بنا. هلا ضل علينا كتاب عين الشيطان الأحمر، قرن الشيطان، هاد أخطر كتاب بيناتهم. هلا رح حاول إني أخده ونشوف وين نحطه. جاهزين؟ بلشت أسمع أصوات أنا، خلينا نلحق، خلينا نلحق يا مغامرين ونشوف وين نحطه. تعالوا لكم وين، شوفوا هاد نحط هون. شايفين منظره شلون؟ يلا شوفوا الخيمة وين؟ هديك. يلا هلأ رح كمل، رح حط الكتاب على هذا المقعد، شايفينه؟ وهلأ يا مغامرين بعد ما أكملنا المهمة وحطينا الأربع أشياء مثل ما شايفين، هذا كان الأخير تمام ليكو. هلأ بدنا أربع كاميرات، أنا في معي هاتفين وفي معي كاميرتين، يعني أربع كاميرات، وكل كاميرا رح تكون موجهة على شيء مرعب من هدول، مشان نشوف هل رح يجي حدا ياخدهم أو ما رح يجي حدا ياخدهم. استعدوا للرعب وخلينا نراقب مع بعض. يلا شايفين؟ يلا خلينا نحاول يا مغامرين. رح حاول حط الكاميرات، رح وجه واحدة على هدوك، واحدة على هاي، واحدة على هاي تمام؟ يلا خليني وجههم عليهم وبعدين برجع لكم. شوفوا أنا ماشي شو لقيت، لقيت هاي الحشرة شايفينها؟ طلعوا عليها عم تمشي شوي شوي، هاي هي شوفوا ليك، حاول هيك فرجيكم ياها، شوفوا قديش طويلة. بطيئة كتير، بتطول لحتى تمشي، بدها شي أسبوع. بسم الله، شو هذا الصوت؟ شو هذا الصوت اللي طلع هون؟ شو هذا الصوت؟ معناها بلشوا يا مغامرين. خليني أحاول أنصب الكاميرات ونشوف شو اللي بده يصير معانا. يلا خليني أرجع على خيمتي
وجيب الكاميرات انصبهم وارجع اقعد بالخيمه وارجع لكم يلا. وهلا يا مغامرين الحمد لله نصبت الكاميرات كلياتها، وانا ما فيني ضل هون، لازم سكر وطفي الكهرباء جوا واقعد راقب من داخل الخيمه ماشي، يعني رح فرجيكم كيف. لازم اعمل هيك، سكر وطفي الكهرباء كمان اللي عندي جوا مشان ما حدا يقدر يشوفني، تمام؟ ومن هون بقعد براقب. طبعا هي اذا قدرت تشوف شيء، لانه ما معي ناظور ليلي، انا ما فيني اشوف. لازم فورا اني ادخل وبلش راقب من جوا. يلا تعالوا فوتوا معي، تعالوا خلينا نحاول نراقب من داخل الخيمة هيك. بس نحط الاضاءة، لا الاضاءة هي خليها. يلا يا مغامرين، بس رح حاول شوفوا في شغلة انتم ما بتعرفوها، انه الكائنات الغريبة وهدول ما بيشوفوا الضوء الاخضر. ايه رح تستغربوا انتو، الضوء الاخضر هذا ما بيشوفه، وينه وين راح؟ خليني بس حطه وارجع. هذا الضوء الاخضر، هذا هو الضوء الاخضر اللي كنت عم قلكن عنه. هلا صار فيني سكر الخيمة وما عاد يقدروا يشوفوا ابدا الا إذا طفيت هذا الضوء. اطفي بسرعة، طفى. هلأ هيك بقعد براقب من هون، أنا شايف شوي والله. خلينا نشوف. سمعتوا؟ سمعتوا لهالصوت؟ معناها إجوا، صاروا قريبين علي. عم تسمعوا؟ في صوت، في صوت ماشي، في صوت حدا عم يمشي هون جنبي، في صوت حدا. عم تسمعوا صوت المشي؟ في صوت إجرين عم تمشي حوالي. ايش هيكون ياخذ الدراجة؟ هي مين اللي موجود هون؟ الدراجة موجودة. هي هن شايفيني وعارفين انه انا هون بهذا المكان، بس انا اللي ما انا اللي ماني شايفهم. يا مغامرين شو رأيكم نروح شوف ولا لا؟ خلينا نستنى شوي، خلينا نستنى شوي بعدين بروح بشوف إذا حدا قرب على هدول الأشياء. وفي كاميرات، أنا ما فيني أشوف هون الكاميرات لأنه الأربع موجودين هونيك، ما فيني إلا لحتى روح جيبهم وشوف شو سجلت الكاميرات. خلينا نحاول. هدوء يا مغامرين، بدنا هدوء. رجع رجع رجع، الصوت عم يمشوا أكثر من شخص. اسمعوا صوت الإجرين، صاروا أكثر من واحد عم يمشوا حوالي. إنه حوالي العملاء، بدي أطلع قاتل متحمس، بدي أكمش واحد. معناها راحوا لا يأخذوا الأشياء المرعبة، أنا متأكد. يا مغامرين رح استنى شوي وبعدها باخذ الكاميرا وبطلع لهونيك، تمام؟ بروح بشوف الكاميرات هدوك شو شافوا. يلا
يا مغامرين أنا ما عاد فيني أتحمل الأصوات كلياتها عم تكون حوالي هون. هن قريبين، لازم روح وشوف الكاميرات شو صورت ولا مين اللي موجود برا. خليني شغل الضوء الأبيض. أبيض أبيض، هاي أبيض. تعالوا يلا، هاي الدراجة موجودة هون. خليني حاول راقب، خليني بس أخذ هاي الإضاءة الثانية موجودة معي. يلا. هاي مين اللي موجود هون؟ مين موجود هون؟ بسم الله، خلينا نشوف هذا يا مغامرين موجود أو اختفى. والله اختفى، هذا اختفى أول واحد. أخدينه معقولة؟ لا يمكن فوق. والله شو هي العصاية هون؟ هي ما كانت موجودة. خليني أحاول أطلع حتى أشوف وأتأكد. والله أخدينه، أخدينه يا مغامرين. خلينا نشوف الثاني. الثاني وين كان؟ هون أكيد، هو هون عند هاي الشجرة يمكن، هيك بتذكر. وينه؟ وين راح؟ كان هون، معناها أكيد هدول كانوا موجودين لساتهم. ما قلت لكم كان في أصوات قريبة علي يا مغامرين؟ هن اللي إجوا أخذوهم، أنا عارف والله. تعالوا خلينا نرقد شوي ونشوف. خليني أحاول أشوف. أكيد هدول موجودين هون. إن شاء الله ما يكونوا أخذين هدول اللي هون كمان. بسم الله بسم الله، مين اللي هون؟ هي هي مين اللي موجود هون؟ بسم الله بسم الله، في حدا موجود هون، سمعتوا؟ وهذا كمان أخذينه الكتاب، والكتاب كمان أخذينه. لا مستحيل، في حدا موجود هون. لا الموضوع ما عاد ينسكت عنه ابدا ابدا ابدا، ما عاد ينسكت عنه. هن موجودين هون حوالي، بس مين هن هدول؟ هل الجوكر؟ هل الساحرة؟ ما بعرف. خليني احاول اطلع من هون. ليكن والله ليكن موجودين هون. هدول هن يا مغامرين، ليكن والله موجودين. ليش زاتينهم هون؟ ليش اخذوهم وحطوهم هون؟ يا الهي مين اللي اخذهم يا ربي؟ لا الموضوع ابدا ما بينسكت عنه. خليني ثبت الكاميرا هون يا مغامرين حتى اشوف. بس خليني هيك ظبطها هيك 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 بسرعه بسرعه. ايوه هون، خليني ثبتها هون. لا لفوق شوي كمان هيك ولا شوف شو هاد. خليني احاول اخذهم يا مغامرين، خليني احاول شيلهم وضبهم معي، بحطهم. استنى شوي بس، خليني احطهم بالشنتاية اللي معي وبعدها نشوف. هن قريبين هون انا متأكد، هن بهذا المكان يا مغامرين. خليني بس احط هدول بسرعة بسرعة انصاري بسرعة. خليني احاول ارجع وشوف الكاميرات، لازم ارجع يا مغامرين وشوف الكاميرات هنيك بالخيمة. تعالوا تعالوا خلينا نشوف كلياتنا مع بعض. يا الهي شفتوا شو اللي صار؟ انتبهتوا كلياتكم؟ والله العظيم شيء مرعب. لك اخذوهم من هون حطوهم هنيك، ليش حطوهم؟ ماني عارف. يلا خلينا، وين الخيمة؟ شايفين لما ما اكون حاطط ضوء عند الخيمة كيف ما بشوفها؟ ما بتبين، مشان هيك انا بشغل ضوء يا مغامرين. شفتوه كيف ما بتبين الخيمة لما يكون عتمة؟ ما بت... يا وين الدراجة؟ الدراجة وين راحت؟ لا يا ربي الدراجة اختفت. مين اخذها؟ مين اخذها للدراجة من هون؟ سرقوها. الله لا يوفقون. العمى وين يا ربي؟ خليني افوت هون على الغابة شوف. يا لعينين وين الدراجة تبعي؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وين الدراجة؟ هذا الشبك ليش هون؟ الدراجة وين راحت؟
بسم الله. وين الدراجة يا مغامرين؟ لحما أخذوها أولاد الكلب، أخذوها للدراجة. الدراجة اختفت، راحت. يا الله وين الدراجة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ليش تركت أنا يا الله؟ ليش ما قفلت لك؟ ليش؟ خليني أثبت الكاميرا هون. ليلى، هذا اللعين اللي أخذ الدراجة تبعي. مين اللي أخذها؟ يا ربي الدراجة، شلون بدي أرجع على البيت هلا؟ لك أنا ليش ما قفلتها؟ خليني أحاول شوف بس مين اللي عمل هيك. خليني أحاول بس أتفرج على الفيديوهات لشوف مين اللي كان عم ياخذ هدول الدمى. مين هاي؟ الساحرة اللعينة؟ هي لحالة عملت هيك؟ مستحيل مستحيل تكون هي اللي أخذتها للدراجة. في حدا معاها موجود هو اللي أخذ الدراجة، أنا متأكد 100%. مستحيل هي تقدر لحالة تأخذها. شو هاد؟ يا ربي لك ليش ما قفلتها؟ ليش هيك عملت أنا؟ والله لأقضي عليها لي الساحرة. إذا بك مشى لأفسخ فسخ لسو. بدي أقوم دور عليها، لازم شوف وين الاقي اللعينة. هي موجودة بهذا المكان يا مغامرين، هي متخبية بهذا المكان. والدراجة كيف ما سمعت صوتها أنا؟ وبأي لحظة هي قدرت تاخدها؟ كيف وشلون؟ يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم، لا قوة إلا بالله. بسم الله. هاي سحر اللعينة، اطلعي اطلعي لحتى أقضي عليك يا لعينة. بسم الله. هاي مين أنتو؟ مين أنتو؟ شو عم تعملوا هون؟ وين دراجتي؟ مين هدول؟ الصوت عم يطلع من هون. بسم الله الرحمن الرحيم، لا قوة إلا بالله. شو هاد؟ بقى يكون وراي.